الألماس هو مصدر الرزق الوحيد في مقاطعة كاساي الشرقية وسط جمهورية الكونغو الديمقراطية، والكلاشنيكوف هو القانون الذي يسود المنطقة. 12 ألف طفل يعملون يوميا في مناجم الألماس لانتشال عائلتهم من الفقر. $100 هددنا المسلحون أكثر من مرة طالبين إيقاف التصوير على الرغم من وجود فريق اليونيسيف معنا، ثم سمحوا لنا بتصوير 3 أطفال ورافقونا بعدها إلى خارج منطقتهم. الناس هنا 3 أقسام: رجال يشرفون على عمل الأطفال، ورجال مسلحون يتعايشون من الحراسة، ثم أسر بأكملها تعمل في التنقيب. آلاف الأطفال يعملون بأقل من $2 في اليوم، وهم مقتنعون بأن الحياة لن تعطي لهم أكثر من ذلك. تتفشى بينهم الأمراض على نطاق واسع، أما البنات فيتعايشن من الدعارة. كاكاو مانكاديلا طفل عمره 12 سنة أنفق منها 3 أعوام في العمل بالمناجم، يعمل طوال اليوم بأقل من $2. هناك كثير من الصعوبات، فعندما لا أدفع رسوم الدخول للعسكريين يصفعونني ويصادرون ملابسي. يقول إنهم يدفعون ما يقرب من 20% من قيمة ما يجدونه للرجال المسلحين، ومع أن عمره 12 سنة فقط إلا أنه يبدو كرجل مهموم. ليس لدي عمل آخر ولا أفكر، لا أفكر في شيء. الكونغو الديمقراطية دولة تمتاز بوفرة مصادرها الطبيعية. وفقا لليونيسيف هناك أكثر من 40 ألف طفل يعملون في مناجم الألماس. لقبت بعاصمة الألماس في العالم كاساي، وتساهم ب50% من صادرات الكونغو من الألماس. في بداية الثمانينات ألغت الدولة احتكار الألماس، وهو ما أعطى الجميع الحق في التنقيب عنه. ومع تدفق اللاجئين وعودة الفارين ازداد عدد الباحثين عن تلك الأحجار النفيسة التي ستجلب لهم الثروة، ولكن عاصمة الألماس في نظرهم ليست أكثر من مكان بائس. توني رادينانغا أب ل8 أطفال أجبره العنف العرقي على مغادرة لومومباشي في الجنوب والعودة إلى مسقط رأسه. الحرب الأهلية أجبرتنا على الرحيل، ثم عادوا وقالوا لنا ارجعوا إلى قراكم. إنني أشعر بالإحباط ولست فخورا بما يحدث. لقد درست وتعلمت جيدا وكنت سعيدا في طفولتي، ولكن عندما أرى كيف يعيش أطفالي الآن يتمزق قلبي من الألم. نتومبا إحدى بنات تونير ألحقتها اليونيسيف ببرنامج التدريب المهني الذي يهدف إلى إعطاء أسر المنطقة بديلا عن العمل في المناجم. اختارت تعلم الحياكة، وبعد 6 أشهر منحت آلة وتعمل الآن في ورشة صغيرة. إلى أين يجب أن يذهب أطفالنا؟ إلى المدرسة. يجب أن يذهب الأطفال إلى المدرسة، هذه هي الرسالة التي يهدف مسرح الشارع إلى تمريرها إلى آباء وأطفال المنطقة. في مسرحية اليوم كانت رسالتنا للآباء هي أن لا تبعثوا بأطفالكم للعمل بالمناجم. نشاهد في المسرحية ممثلة تمرض بعد عمل شاق، ما يعني أن الأطفال لا يجب أن يمارسوا أعمالا شاقة، وهو الحال عندما يعملون في المناجم. العمل هناك خطير ويؤدي إلى الموت. ببساطة الموت هو النتيجة الطبيعية، فأنت تظل تعاني وتعاني ولا تستطيع طلب المساعدة الطبية لأنك لا تملك المال الكافي. في بلد كبير ويعاني من المشاكل كالكونغو لا يهتم العالم بغير منطقة كيفو، حيث تتناحر الفصائل المسلحة منذ سنوات. معدل وفيات الأطفال هنا أعلى بكثير من مثيله في إقليمي كيفو اللذين تمزقهما الصراعات.
الأسباب وراء ذلك متعددة، أحدها قلة عدد المنظمات التي تعمل هنا مقارنة بكيفو. وفي اليونيسيف لدينا صعوبات كبيرة لإقناع شركائنا بالعمل هنا. من الجميل أن تكون هناك مشاريع صغيرة لمساعدة الأطفال على المدى القصير، لكن من الصعب جدا تحويلها إلى برامج صالحة للعمل على المدى الطويل. مسؤولية الاعتناء بهؤلاء الأطفال تقع أولا على عاتق أسرهم، ثم المجتمع، وأخيرا الحكومة. نحن واعون تماما بحقوق الأطفال، وهناك قانون يحمي تلك الحقوق، لكن هناك صعوبات في تطبيقه بسبب نقص الأموال ونقص التفاهم، وفوق ذلك قلة الرغبة في التغيير. المشكلة هي في عقلية الناس هنا، فهم ينجبون الأطفال لمساعدة الأسرة، وبالنسبة لهم لا يعد ذلك استغلالا للأطفال. وعندما يذهب الطفل لإحضار الماء من الآبار فإنهم لا يعدون ذلك عملا بل مساعدة للأسرة. هناك مشكلة أخرى، عندما نقنع الأطفال بترك العمل في المناجم، ماذا سيعملون بعد ذلك؟ وكيف سيأكلون؟ وماذا سيرتدون؟ لذا يعودون دائما للعمل في المناجم. اعتادت أليساندرا التعامل مع كثير من السياسيين الذين يتميزون بقدر متفاوت من الجدية في التعامل مع المشكلة، ولتنجح برامج التنمية يجب عليها معالجة المشكلة كليا. نلمس تطورا حقيقيا في خطاب الحكومة، فالوزير يتحدث عن مفهوم التنمية المستدامة. كل ما نحاول فعله هو إقناعهم بوجوب تطبيق الحكومة أولا لمفهوم الاستدامة. لا شك أنها معركة طويلة الأمد، فكاكوي وآلاف الأطفال يواصلون العمل في المناجم. الوضع أسوأ كثيرا مما تظهره الكاميرا، خاصة في ظل وجود رجال مسلحين يملون عليك ما يجب وما لا يجب تصويره.